مشاهدينا أهلا بكم في فترتنا اليومية النيل مباشر، ونتناول فيها أكثر من ملف. ملفنا الأول اليوم: أوروبا تبدأ في التعافي من كوفيد-19، والولايات المتحدة والبرازيل يتصدران المشهد الوبائي. معنا أيضا اليوم: ترامب غاضبا من مواقع التواصل الاجتماعي ويتجه لإصدار تشريع يقوض قانون حمايتهم. ونناقش أيضا اليوم: هونغ كونغ تدخل واشنطن وبكين على خط المواجهة من جديد. فاصل نبدأ بعده مباشرة. أهلا بكم. نبدأ وقفتنا الحوارية الأولى والتي نتناول فيها جائحة كورونا التي يبدو أنها ستشهد تطورا كبيرا في الأمريكيتين. فهناك أكثر من 1000 شخص يصابون بفيروس كورونا المستجد في كل من الولايات المتحدة والبرازيل خلال 24 ساعة، وفي وقت يستمر فيه تفشي الوباء العالمي بسرعة في القارة الأمريكية، خلافا لأوروبا التي تواصل عودتها البطيئة إلى الوضع الطبيعي. وقد أودى المرض بحياة 360 ألف شخص، وأصاب أكثر من 5.8 ملايين شخص، ويرجح أن تكون هذه الأعداد أقل بكثير من الأرقام الواقعية. سجلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، سجلت البرازيل أيضا أكثر من 1000 وفاة خلال 24 ساعة لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 26,754 مصاب. وأحصدت البلاد أيضا حصدت عددا قياسيا من الإصابات خلال 24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات حوالي 440 ألف. وفي بلد يشهد نقصا في أعداد الفحوص، قد تكون الأرقام الحقيقية أكبر ب15 مرة من الأعداد الرسمية وفقا لما يقوله العلماء وفي هذه التقارير الأخيرة. نتابع هذا التقرير من بعده مباشرة، نناقش الموضوع. دول تئن من تفشي فيروس كورونا المستجد وتسجيل أرقام غير مسبوقة من الوفيات اليومية، ودول أخرى بدأت في التعافي واتخذت قرارات بتخفيف العزل وقيود التباعد الاجتماعي. إحصاء الوفيات العالمي تخطى نحو 360 ألف شخص من إجمالي عدد الإصابات التي قاربت على 6 ملايين إصابة عالميا منذ ظهور الجائحة في الصين في شهر ديسمبر الماضي. وبتحليل تلك الإحصائيات ظهر أن أكثر من 75% من حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في قارة أوروبا والولايات المتحدة، حيث سجلت أوروبا أكثر من 175 ألف وفاة، بينما تسجل كل من الولايات المتحدة والبرازيل أكثر من 1000 وفاة كحصيلة يومية. تأتي الولايات المتحدة على واجهة المشهد الوبائي كالأكثر تضرراً جراء الوباء، بعدما تجاوزت عتبة 100 ألف وفاة ومليون و700 ألف إصابة، وذلك خلفاً لأوروبا التي تعمل حالياً على تخفيف قيود العزل وتبدأ عودتها البطيئة إلى الوضع الطبيعي، حيث أعلنت إسبانيا تخفيفاً للإجراءات بدءاً من الاثنين المقبل والسماح ل70% من السكان بجزء من الرفاهية التي افتقدوها. الأمر ذاته تحدثت عنه بريطانيا، والتي سجلت ثاني أكبر حصيلة وفاة عالمياً. وبالتوازي سمحت الحكومة الفرنسية بإعادة فتح المتاحف والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات، واتفقت أوروبا على استكمال مبارياتها لكرة القدم. أما البرازيل التي تتصدر المشهد لاتينيا وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فقد باتت تسجل أكثر من 1000 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك لستة أيام متوالية، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى ما تجاوز نحو 26 ألف وفاة. وأحصت البلاد أيضا عددا قياسيا من الإصابات خلال 24 ساعة المنقضية تجاوز 440 ألف، ويرى المراقبون أن في بلد كالبرازيل تشهد نقصا في عدد الفحوص قد تكون الأرقام الحقيقية أكبر 15 مرة من الأعداد الرسمية. وبالرغم بلوغ النظام الصحي في بعض الولايات البرازيلية طاقته القصوى، تبدأ بعضا من الولايات بتخفيف التدابير الاحترازية والتي كانت في الأساس جزئية. فيبدو جليا أن شهرين من الإغلاق العام والعزل التي سببها فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وتسبب في تحويل العالم إلى جزر منعزلة، يبدو أن تلك الحالة في سبيلها للانتهاء ليعود العالم كقارة واحدة متحديا هذا الوباء.
وينضم إلينا عبر سكايب من مونتريال الدكتور بدير فرانسيس استشاري الباطنة. دكتور بدير، لماذا تأخر هذا الانفجار في أعداد المصابين في البرازيل في أمريكا الجنوبية، رغم أن الأعداد كانت متفشية في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة قبل هذه المدة؟ هل هي مشكلة إحصاءات أم إجراءات تأخرت فيها الحكومة؟ صباح الخير أو مساء الخير عليكم على كل المشاهدين. بالنسبة للبرازيل، مشكلتها كانت أقدر ألخصها في البريزيدنت بتاعها رئيس الدولة بولسونارو اللي هو من اليمين، من الحزب اليمين، وبسبب اعتناقهم لعقيدة الاقتصاد أولا كانوا عنده تندسي إن هو يخفف من أهمية وخطورة البانديميك الوباء، وكان بيشبهه في الاول بمجرد انفلونزا خفيفه. نتيجه كده ان هو تصدى كثيره لكل محاولات المحافظين بتوعه ان هم يعملوا عزل اجتماعي، وكل حتى مجرد الـ مش هقول العزل الاجتماعي ولكن الاحتراز السوشيال، ان هو يلبسوا ماسكات وان هو يغسل ايديه وكده، هو كان بالعكس بتصرفاته كان تملي وتصريحاته كان بيحاول ان هو يخلي الحياه عاديه اكثر علشان خافوا على الاقتصاد. حتى لدرجه ان هو عزل اول وزير الصحه عنده اللي هو كان مؤمن باهميه العزل الاجتماعي. والوزير الصحه الثاني اللي اجى في البرازيل استقال من نفسه بسبب تصريحات الرئيس، وحاليا هو وضع كوزير صحه واحد من اللواء من الجيش بدون اي خلفيه طبيه ولكن متفق تعافي بتماسك. طبعا مع الوقت الزيادات كانت في البرازيل وصلت مرحله مآبر جماعيه، المستشفيات تعدت قدرتها 90% بالذات بسبب عدد الوفيات اعلى اكبر. طبعا كمان البرازيل فيها مناطق فقيره جدا، ولكن في ريو دي جانيرو هي من اكثر اماكن ايبي سنتر للبانديميك في البرازيل. هو تأخرهم ومحاولات الرئيس لدرجة أنه في حدث أخيرا كان الرئيس راح محل بتاع سندوتشات وكان بياكل سندوتش بدون أي احترازات أو أي شيء، وإجا ناس متظاهرين واتهموه بأن هو قاتل. وفي أخبار عن إن احتمال الحكومة بتاعته يحصل انقلاب عليه. نعم، طيب بسبب هذا التأخر يعني هناك تفشي غير مسبوق في أمريكا الجنوبية في أكثر من بلد، ليس فقط البرازيل، يعني هناك أيضا أعداد في بيرو وفي شيلي وفي بوليفيا، كل هذه أعداد متفشية في حين أن دول أخرى تجاوزت هذه المرحلة وبدأت في انخفاض في أعداد وفياتها أو ما إلى ذلك مثل القارة الأوروبية. لكن لنبقى في أمريكا الشمالية والجنوبية، هل هذا التفشي الذي حدث في أمريكا الجنوبية هل سيؤثر بالضرورة على أمريكا الشمالية التي شهدت مرحلة التفشي قبلها بأسابيع والآن أعتقد أنها تتجه نحو تخفيف الإجراءات؟ هل هذا يعيدنا إلى المربع رقم صفر مرة أخرى في حالة وجود تفشي في بؤرة قريبة بهذا المدى؟ السؤال ده خطير جدا والاجابه عليه صعبه قوي لانه متشابك قوي والفاكتورز اللي داخله فيه. لو نظرنا لاسلوب تفشي الفيروس، الفيروس ابتدى في تشاينا ومر على العالم كله في صوره ويف، موجه بالتدريج، احتمال مع السفريات او مع المسافات. فشفنا بعد كده اوروبا وبعدين امريكا وكندا وبعد كده أمريكا اللاتينية. التأخر في الظهور في أمريكا، المشكلة في أمريكا اللاتينية إنه أمريكا اللاتينية ما حصلش فيها كونفاينمنت حقيقي وما كانش فيها اللي هو حظر اجتماعي حقيقي، وبالتالي الانتشار مستمر. أمريكا حصل فيها حظر زي ما حصل عندنا في كندا، وده اللي وقف الانتشار والموجة العنيفة والبيك بتاعهم وصلوا عنده
نيويورك كانت أكثر مناطق المضروبة، وبعد كده هو ابتدى يحصل stabilization، وبعد كده الانخفاض، بداية الانخفاض بعدد الوفيات. قبل برضو ما رد على النقطة دي، هي لازم، أنا كنت بصيت على خريطة أمريكا، في أماكن منتشرة على الخريطة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، لسه في زيادات مستمرة في الأعداد الجديدة، زي كاليفورنيا مثلا. نعم. أكثر المناطق اللي هي فيها زيادة لسه ما تمش حصر أو وقف للكيرف، لسه طالع الرايزنج. الحاجة اللي هي احتمال إن هي تمنع التخوفات من إنه الانتشار المستمر في أمريكا اللاتينية يوصل أمريكا، وهو التحكم أو الكنترول بتاع الترافيك ناحية الخطوط الجوية. لغاية دلوقتي لسه ما حصلش رجوع للخطوط الجوية، وأعتقد دي من هتكون من آخر الحاجات اللي هيتم الفتح عنها. تمام. أو هيتم السماح بالطيران بين المناطق اللي هي فيها انخفاض، مش مع الهوت سبوت. طيب، إذا عدنا لأمريكا الشمالية مرة أخرى، كما ذكرت أنه سيكون هناك تخفيف للإجراءات الاحترازية في المرحلة المقبلة لتداعيات اقتصادية، مع استمرارية تزايد الأعداد كما ذكرت، يعني رغم إجراءات العزل التي حدثت في فترة ما، لكن هناك ما زالت أعداد كبيرة تصاب كل يوم. ما السيناريو المتوقع من ذلك؟ يعني مع تخفيف الإجراءات الاحترازية واستمرارية حالات الإصابة والوفاة، هل نتوقع تفجر جديد للأعداد وبالتالي نعود أيضا مرة أخرى للحظر والعزل، أم ماذا؟ في ثلاثة سيناريو محتملين، تمام؟ وده هيبقى very variable، هيختلف من منطقة تانية حتى داخل أمريكا نفسها. لو خدنا مثل لأوروبا أو شاينا، لأن هي أهم حاجة اللي سبقنا بفترة طويلة، هو ده اللي ممكن ناخد منه الدرس. بالنسبة لشاينا، حمى على الكونفاينمنت جامد قوي، اللي هو عزل اجتماعي، وتحكمت هي وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول اللي عملت العزل. حصل مع رجوع الحياة تانية وبداية الحياة والعمل، رجع للحياة الطبيعية تدريجيا. ما شفناش سكند ويف، ما شفناش موجة ثانية في شاينا. وأوروبا نفس الكلام حاليا دلوقتي، رغم الإصابات والعدد العالي اللي كان في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا، برغم ان هم ابتدوا عملوا دي كونفاينمنت، ابتدى يرجع بالتدريج للحياه الطبيعيه. لغايه دلوقتي ما شفناش ما ينذر بسكند ويف او بموجه ثانيه. بالنسبه لامريكا، الوضع فيها احتمال انه يكون في موجه ثانيه، لانه المده بتاعت الكونفاينمنت ما كانتش بالكافي طويله زي في اوروبا او في كندا. فكان في تأخر على أقل أسبوع، وده من أسباب اللي هم بيتهموا بيها الرئيس ترامب عن بالمسؤولية عن ما حدث خصوصا في نيويورك، في تأخره في الإجراءات الاحترازية. نقطة مهمة أنا عايز أقولها، ودي برضو موجهة حتى لمصر، العزل الاجتماعي له أهميتين. الأهمية الأولى إن هو الكيرف اللي هو بيبقى طالع كده من الحالات الجديدة واللي بيطبعها طبعا الوفيات، بنحاول إن احنا نتحكم فيه علشان ما يتعداش مقدرة المستشفيات والآي سي يو كير، إن هو يقدر يستوعب هذه الحالات. ودي أخطر حاجة ممكن يتعرض لها جهاز صحي ما، إن هو عدد الحالات تزيد عن عدد قدرة المستشفيات على احتوائها. نعم. فدي أهم حاجة. النقطة الثانية، وهي الخوف كان من الموجة الثانية، مع إعادة التفكير، actually الconfinement أو العزل الاجتماعي مش بس بيوقف حالات الترانسميشن، ده بيقتل الفيروس. ودي نقطة مهمة قوي الناس لازم تفهمها. بيقتل الفيروس. يعني إيه بيقتل الفيروس؟ يعني النهاردة لو قلنا معدل انتقال العدوى، لو ما فيش أي measures confinement، من حوالي من شخص مصاب هينقلها لاثنين او ثلاثه في المتوسط. تمام. والاثنين والثلاثه دول هينقلوها كل واحد فيهم لاثنين وثلاثه ثانيين،
ودي متوالية عددية وده سبب الانتشار السريع. لو حصل ان احنا الشخص ده هو اللي اتصاب وحصل له عزل او حتى لا قدر الله مات، سواء عزل او خلصت بوفاة او خلصت بان هو شفي، ففي كل الحالات الكام مليون فيروس اللي كانوا في جسمه كلهم ماتوا وما عدوش لحد تاني. صحيح. ومش هينتقل يعني، وقفنا دايرة الانتشار. وقفت عند مرحلة معينة. طيب. الفيروس بيموت. نعم. فعشان كده احنا بنقول انه المناطق هيكون كده، المناطق اللي عملت confinement احتمال السكن ويف فيها اقل من المناطق اللي سابت نفسها للانتشار المستمر بدعوة الهيرد اميونيتي. طيب دلوقتي الحصانه الجماعيه. نعم. طيب دلوقتي في اوروبا هيتم تخفيف الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير، يعني الدوري الاوروبي سيعود في الشهر القادم، والملاعب وايضا بعض الاماكن العامه، واصلا حاليا في يعني بعض الصور تاتينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه بقى في زحام نوعا ما في الشوارع عما سبق. هل في خطوره من تخفيف هذه الاجراءات مع وجود الفيروس؟ ما زال الفيروس موجود، يعني هل ممكن يرجع لدائرته بنفس القوة مع وجود هذه تخفيف الإجراءات الاحترازية؟ ما أعتقدش أنه هيرجع بنفس القوة، وده طبعا توقع شخصي مش مبني على بعض الأشياء، ولكن إحنا الفيروس ده نتعلم معاه كل يوم. أول حاجة، لو حصل رجوع للتجمعات بس مع السوشيال ميجرز اللي هي اجراءات احترازيه اجتماعيه، اللي هو لبس ماسكات، غسل ايدين، سوشيال ديستنسنج اللي هو الحفاظ على مسافه مترين، لو الناس كانت واعيه بالدرجه الكافيه، العوده التدريجيه للحياه العامه ممكن لا يصحبها انفجار للفيروس مره اخرى. انفجار للفيروس مش ما يبقاش شرط، ولكن لو رجعوا وتصرفوا باسلوب غير مسؤول احتمالات رجوعه طبعا موجوده، ولكن ليس بنفس الشراسه. ليه؟ لان اوروبا عشان الضرب الجامد حصل فيها عزل اجتماعي لفتره كويسه كافيه بان هي تضعف الفيروس بطريقه جامده، بحيث انه رجوعه بعدين هم دلوقتي مجهزين والإحصائيات شغالة بأسلوب منتبه تماما، فلو لاحظوا بداية صعود لحالات تاني كله هيقف. نعم. يرجعوا تاني للعزل الاجتماعي. نعم. أشكرك دكتور بدير فرانسيس، متحدثا إلينا عبر سكايب من مونتريال وهو استشاري الباطنة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير نبدأ بعده في وقفتنا الحوارية الثانية. أهلا بكم، وهذه الوقفة الحوارية الثانية التي نتناول فيها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستصدر تشريعا ربما يلغي أو يقوض قانونا يحمي شركات الإنترنت بما فيها تويتر وفيسبوك، في محاولة غير معتادة لتنظيم قطاع التواصل الاجتماعي الذي تعرض فيه لانتقادات. التشريع المقترح جزء من أمر تنفيذي وقعه تويتر، وكان ترامب قد هاجم موقع تويتر لإضافته اختارا اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء على تغريدات الرئيس ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. ينبه الاختار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات طبعا بشكل غير مباشر. نتابع هذا التقرير من بعده نناقش الموضوع. Thank you very much. We're here today to defend free speech. ضجة جديدة أحدثها ترامب في محاولة رآها البعض تضييقا للخناق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلن الرئيس الأمريكي أنه بصدد استصدار تشريع ربما يلغي أو يقوض قانونا يحمي شركات الإنترنت بما فيها تويتر
وفيسبوك، ادعاءات غير مدعومة بأدلة اتهم فيها الرئيس الجمهوري شركات التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين، حيث صعد هجومه على تويتر بعد أن بدأت الشركة الثلاثاء الماضي وللمرة الأولى وضع علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني. تحرك ترامب أثار جدلا واسعا حول موقف بلاده إزاء حرية الإنترنت، خاصة أن المادة التي يريد حذفها أو تعديلها بالقانون والتي تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وردا على هذه الخطوة، أكد الرئيس التنفيذي لتويتر أن ما أثاره ترامب مزاعم قد تضلل الكثير على حد قوله. وأشارت متحدثة باسم الشركة إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب. وفي مسعى للنأي عن تويتر في معركتها مع ترامب، أكد رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ أن شركته لديها سياسة مختلفة لأنها تكلف مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق، وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها. وفي حين أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من المراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يرى بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة في أمريكا جو بايدن أنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت. وينضم إلينا عبر سكايب للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عابد الكشك المدير التنفيذي لجامعة فينسنت. دكتور عابد، ما هي فرص تمرير مثل هذا القرار في بلد إحدى أهم دعائمه هو ضمان حرية الصحافة؟ هو طبعا أنا شايف أنه هو يبقى صعب جدا، لأن صانع قرار في الولايات المتحدة الأمريكية حرية التعبير مهمة جدا، وديت دستوريا لا يجوز تعقيب أو تحديد حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن طبعا الإدارة الأمريكية لها الحق أن هي تحاول تحجيم تويتر وسوشيال ميديا بشكل أو بآخر، ولكن في صعوبات كثيرة أن تمرير هذا القانون. طيب يعني على الجانب الآخر، ربما هذا التصرف غريب فعلا على موقع كبير مثل تويتر المفترض فيه أنه يعمل طبقا لمعايير ومقاييس معينة، فإضافة علامة تعجب على تويتر أو تغريدة لرئيس دولة هو يعتبر موقف سياسي من هذه المنصة، هل هذا يضع تويتر أيضا تحت طائلة القانون أنه يتعامل ليس طبقا لمفردات الصحافة السليمة المتعارف عليها، يعني بغض النظر عن تمرير القانون الذي يريده ترامب، هل يضعه أيضا تحت طائلة قانون؟ أولا هو حرية التعبير، زي ما احنا دايما عند حضرتك، انت عندك الإعلام، انت لو في خبر فالخبر دوت انت حضرتك بتتأكدي منه هل هو يكون صحيح وفعالياته، فمن حق تويتر ان هم يتأكدوا من الخبر، وده جزء من حرية التعبير في توصيل الخبر بشكل أو بآخر، فهي حرية تعبير آخر من تويتر. ولكن أنا طبعا سؤال حضرتك ذكي جدا، لأن في جراي أريا، المنطقة اللي هي اللي مش ظاهرة تماما، إن فعلا ممكن يكون بشكل أو بآخر من حق الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية إنها تقاضي تويتر، والقانون هو اللي هيأكد في الآخر أي موقف. ده له وجهة نظر وتويتر له وجهة نظر، والنهاية القانون هو اللي هيأكد. طيب عادة أيضا ما يتم تحليل أي موقف للرئيس الأمريكي في ظل الانتخابات وفي ظل الدعاية الانتخابية،
هل هذا الموقف له علاقة أو بشيء بشكل أو بآخر، أو هو وضع للنقاط على الحروف، موقف استباقي قبل الدخول في المعركة الانتخابية الحقيقية بشكل أو بآخر تمهيد لما هو قادم؟ هل هناك رابط؟ النهاردة أنا أؤكد أن في رابط، لأن النهاردة الرأي العام الأمريكي بيبين أن جو بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي بثمان نقط. النهاردة طبعا الرئيس الأمريكي بيحاول أن هو بقدر المستطاع أن هو يقلل هذا الفرق ما بينه وبين جو بايدن. فطبعا الاتجاه النهاردة أن السنة دي سنة الانتخابات، فهو طبعا بيحارب تويتر، ممكن يحارب فيسبوك، ممكن يحارب الميديا، ممكن يحارب سي ان ان، ممكن يحارب جميع المؤسسات التي تتجه اتجاه عكس انتخاب الرئيس الامريكي الحالي. فطبعا ده الرئيس الامريكي النهارده بياخد موقف بشكل او باخر ان يقلل هذا الفارق الى حين الانتخابات في نوفمبر، وهو يامل بانتخابه للفتره الثانيه. يعني من ناحية أخرى، ماذا عن موقف هذه المنصات وما تتصور أن يتخذونه من إجراءات، علما بأنه بعد هذه المطالبات من ترامب انخفضت بالفعل أسهم تويتر 4% وتراجعت أيضا أسهم فيسبوك؟ ما الموقف المتوقع أن تتخذه هذه الشركات العالمية؟ هو أنا متوقع أن ديت مجرد أداة إحنا عارفين أن الرئيس الأمريكي دايما ليه استراتيجي معين، وهو الهجوم اللي فيما بعد اللي هو المناقشة والتوصل إلى حل. فهو بيبدأ دايما بالهجوم الشديد، فأنا واثق أن هيبقى فيما بعد اجتماعات ما بين الإدارة الأمريكية وتويتر وفيسبوك، وسيتم حل هذا الموقف بشكل أو بآخر. طيب، إذا لم يتم تمرير القانون أو القرار بالصورة التي يسعى لها ترامب، هل تتصور أن يتم تمرير قيود معينة لهذه المنصات منعا لتكرار ما حدث برأيك؟ أنا شايف أن فيها صعوبة شوية بشكل أو بآخر، لأن ديت مؤسسات خاصة، والقانون الأمريكي يعمل دايما على حرية التعبير وحرية الرأي، ولكن أنا شايف أن هيبقى فيه صعوبات كبيرة جدا لتمرير هذا القانون. نعم، أشكرك دكتور عابد الكشك المدير التنفيذي لجامعة فينسنت، وأستأذنك بالبقاء معنا، فأنت ستكون معنا في خلال الوقفة الحوارية الثالثة للتعليق على الموضوع الذي نتناوله في وقفتنا الثالثة. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. يبدو أن تداعيات أزمة كورونا لن تقف عند حدود الاتهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا حول أسباب انتشار الفيروس، لكن امتدت إلى تأكيد الصين أنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على تدخل في شؤونها، وقامت بتحرك ردا على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني. وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان بأن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا ردا على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون. ينضم إلينا من جديد الدكتور عابد الكشك المدير التنفيذي لجامعة فينسنت. دكتور عابد، كيف ترى هذا الصدام الجديد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تقرأه؟ طبعا أنا شايف أن العلاقات الأمريكية الصينية والحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدأت من فترة من قبل كورونا، فكورونا أصبحت أداة وأداة شديدة جدا أن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع الصين في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. النهاردة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بما في بعض الدول بقدر المستطاع بيحاولوا ان هو يستخدموا اداه ضغط على الصين
للوصول لقرار وتحجيم الصين بشكل أو بآخر. وطبعا بيستخدموا هونغ كونغ كأداة ممكن أنهم يتوصلوا لحل فيما بعد. نعم، لكن برأيك لماذا أقدمت الصين على هذه الخطوة؟ الصين لازم تظهر بشكل أو بآخر قوتها للعالم. طبعا كان فيه هجوم في الفترة الشديدة ديت على الصين، وفي في إنها انتشار فيروس كورونا وهي سبب من أسباب انتشار فيروس، وهي حقيقة. ولكن الصين لم تعملها بشكل مقصود أو بشكل أو بآخر إلى حين الإجراءات أو التحقيقات التي تتم في وقت أو آخر. ولكن إحنا عارفين أن الصين تعترض هذا بشكل كبير. فالنهاردة الصين بتقف وقفة شديدة جدا لتبين للعالم أنها قوة عظمى وليس لهم الحق في التدخل في الشؤون الصينية. هل تسمعيني حضرتك؟ ألو دكتور عابد. أيوة فندم سامع حضرتك. تمام. برأيك هل سيظل دائما ما حدث في 2020 وكوفيد 19 أو كورونا نقطة الضعف التي ستمارس من خلالها دول العالم الضغط على الصين للحصول على أي مكاسب، خصوصا أن ما يعني السيناريو الذي كان منتشرا في مرحلة من المراحل أن قصة كورونا هي كلها فقط ل كبح جماح الصين كدولة عظمى قادمة وقوة اقتصادية مسيطرة، هل ستبقى هذه نقطة الضعف في تاريخها؟ أكيد أن العالم كله بما فيه الولايات المتحدة سيستخدم هذه نقطة الضعف لانتشار فيروس كورونا عن طريق الصين. ولكن أن الصين هي قوة عظمى كبيرة جدا، صعب جدا 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 أن تحجم بشكل أو بآخر. ولكن ان العالم والصين سيوصلوا بشكل او باخر لمناقشات ومفاوضات قد يجتذب العالم كله بما فيه اوروبا، خاصه اوروبا والولايات المتحده الامريكيه، موقف سيكون في موقف افضل فيما قبل فيروس كورونا. وهذه الحرب التجاريه ستستمر وقد تكون سبب في نجاح الرئيس الامريكي في الانتخابات الامريكيه القادمه، أو قد تكون سبب إخفاقه في الانتخابات الأمريكية القادمة. طيب سؤالي الأخير دكتور عابد، إذا كانت دول العالم تملك ورقة ضغط فيروس كورونا ضد الصين، ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الصين وما زالت تستطيع أن تضغط بها على العالم؟ في أوراق ضغط كبيرة جدا. أكبر احتياطي أمريكي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية من الدولار في الصين. فتقريبا الاقتصاد الامريكي تقريبا محدد بالصين. ثانيا ان التجاره العالميه اكبر مصدر النهارده للمشاريع الصغيره والمتوسطه هي الصين، فلها قوه كبيره جدا في تاثير على الراي العالمي بشكل او باخر بطريقه مباشره او بغير مباشره. وعلى هذا الاساس هي الولايات المتحده واوروبا بتحاول بقدر المستطاع للوصول لمناقشات ومحادثات مع الصين، وهي محادثات تجارية واقتصادية بحتة. نعم، أشكرك دكتور عابد الكشك المدير التنفيذي لجامعة فينسنت، شكرا جزيلا لك. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في فقرة النيل مباشر، شكرا لكم ونلقاكم غدا في مثل هذا الموعد وملفات جديدة نفتحها ونناقشها. شكرا لكم، إلى اللقاء.